معنا حول هذا الموضوع القائم على منصة يمكن هون الإلكترونية الأستاذ محمد توتنجي. سيد توتنجي، مرحبا بك في نشرتنا. من أين جاءت الفكرة وما هو هدفها الرئيسي؟ لب الموضوع. أهلا وسهلا فيكم أول شيء، ومشكورين كثير على تسليط الضوء على المشروع، وإن شاء الله يكون الموقع يصل لأكثر عدد من الناس اللي محتاجته، وإن شاء الله بيستفيدوا منه. الهدف بالأساس إنه نتيجة يعني خصوصا الحروب اللي جرت في المنطقة العربية بشكل عام آخر 5 6 سنين، بتلاقي صار في عندنا كثير حالات من المفقودين، تقريبا في شيء فوق 800 ألف مفقود معترف فيهم من قبل المنظمات. للأسف المنظمات أغلبيتهم الأهالي بتروح لعندهم بتقدم طلبات إنه عندهم مفقودين، غالبا بعد فترة أغلبية الحالات عم بتصير مجرد هي أرقام إدبارات مو أكثر. الأهالي بتلاقي للأسف ما عندهم أي حدا يلجأوا لهم يحسن يساعدهم أكثر، يدور فيهم معهم أكثر، فإنهم بحاجة لعدد كثير من الناس حتى يحسنوا على الأقل انه ينشروا حالتهم ويحسنوا، على امل انه يكون حدا من هالناس اللي شاف هي الحاله حسن يشوف مثلا او يحصل معلومه عن شخص مفقود. نعم، كيف وجدت التفاعل مع المنصه من قبل المجتمع السوري، خصوصا بما انه الوضع يقضي ذلك ووجود مفقودين وشهداء مجهولي القوي صراحه لما تواصلت شخصيا مع اهالي بعض المفقودين، يعني بتحس يعني بشكل عام يعني الغريب بتعلق بأشياء، فما بالك إذا واحد عنده أم مثلا أم أو أب عنده ابن مفقود ضايع صار له فترة عم بدور عليه، عم بحس إنه العالم خلص نسيت قصته، نسيت إنه في شخص عنده مفقود، بس بالأخير هن الأهل في كثير كثير تفاعل قوي وكثير حابين الفكرة ويعني وكثير متحمسين لها، بس مع ذلك الموضوع بده شوية شهرة للموقع أكثر بحيث إنه الناس تصير هي تشارك الحالات أكثر على أمل إنه يلتقى مزيد من حالات الموقع. شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا الأستاذ محمد توتونجي القائم على منصة يمكن هون.